شلونك خالتي محجاز؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الله يخلي لنا اياك يا رب، خذي من ايدي. الله يوفقك يا رب، الله يرضى عليك يا ابني، الله يرزقك. الله لا يحرمنا منك بجاه النبي. الله يوفقك يا حبيبي. بس شو هالحكي اللي عم بيقول لي ريا رضوان؟ قال انتو بدكم اياه يشتغل؟ والله مشان يساعدنا شوي بمصروف البيت. بس الولد لساته صغير يا خالتي محجاز، وانا ما بدي اياه يشتغل. ما بدي حملك فوق طاقتك يا ابني. ليش أنا قصرت بشي معكم يا خالتي؟ أعوذ بالله يا ابني، أعوذ بالله. بس يا ابني إلا كان خلي الولد يروح يتعلم بالمدرسة، وأنا بإذن الله ما بقصر عليكم بشي طوال ما أنا عايش. روح ربي يوفقك يا ابني. خدي خالتي هدول، ما في شي من قيمتك. بس هذا كتير يا ابني. مو كتير عليكي وعلي عمله ابنك حجاز، الله يرحمه كرمالي. الله يرحم ترابه. آمين يا رب العالمين ويرحمنا جميع. لازم تعرفي يا خالتي ام حجاز اني انا قد ما ساويت معك ومع هالطفل البريء هاد ما رح اقدر وفي شي بسيط لحجاز الله يرحمه. الله يعوض عليك يا ابني. يا خالتي ام حجاز انت لازم تعرفي انك بمثابة امي الله يرحمها. ورضوان انا صحي ما عندي اولاد، يمكن لو كان عندي اولاد كان رح يكون اغلى على قلبي من اولادي كلهم. انا هذا الصبي كتير متعلق فيه وبدي اياه يطلع رجال مثل ابوه، منشان هيك هذا اللعب بالحارة أنا ما عم حب له إياه. ما بدي يتعلم من الأولاد الزعرنة والدنت الحرام، منشان هيك برضاي عليكم تديروا بالكم عليه. حاضر يا ابني حاضر، ما عاد خليه يطلع على الحارة. هلا بدك مني شي خالي؟ لازمك شي؟ أمانة الله ورحمة حجاز إذا بيلزمك شي تقليلي. سلامة قلبك يا ابني، الله يعطيك ألف عافية، خلينا إياك. يلا خاطري. الله معك. سمعتي؟ رسلان ما بده اياه يشتغل اجير فران ولا بده اياه يطلع على الحاره يلعب مع الاولاد. هلا ليكي، هو ابن حلال بس رضوان ابني، وانا لما بقرر انه خلص لازم يتعلم كار بدي ابعته عند شي هيك شيخ صنع بيستفاد. رسلان بده اياه يروح على المدرسه يتعلم. يتعلم؟ إيه؟ بالمدرسه بدنا نجيب له مصاري يعني؟ عطانا عطانا شي يكفينا ويكفيه. ايه ما رح اقبلهم غير بشرط. بيعتبرون علينا دين، غير هيك ما عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شني شكلك انعست، يلا قوم نام، لأنه هلا إذا بيجي بابا وبيلاقيك فايق لهلا يا لطيف شو بدي يزعل منك. هذا ياما تقبض مشان بكرة حبيبي يا تيتي تروح على المدرسة. إيه المدرسة؟ إيه يا تيتي. إيه يا سلام يا سلام يا سلام، بتقبر قلبي يا حبيبي، طاير عقله من الفرحة. شايفة قديش فرحان؟ اي والله. مرت عمي شو حبيبتي؟ بس مو لازم نحن نجيب له اغراض المدرسة، يعني الاواعي والسفينة والاقلام. ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله بكرة منجيب له كل لوازمه. ان شاء الله مرت عمي ان شاء الله. الله حرمني من ابني بس عوضني برسلان. رسلان الحنون علينا كتير، الله يحمي له شبابه ويخليه لأهله يا رب. كل ما بروح لعندهم عالبيت يركض علي وبيعانقني وبيقول لي يا بي مفكرني أبويا أبو حيدر، مفكرني أبوه. ولد ربي على خير الله وخيرك ابو حجاز وما بيعرف حدا غيره، انت عم تجيب له اللي بيشتهيه وعم تدير بالك على امه وعلى سته. انا بحبه كتير لهالولد وبشوف فيه ثغره ابوه الله يرحمه. وليش ما تعيش معه ابو حجاز؟ شلون؟ تجوز امه. تجوز امه؟ ايه تجوزها وربي لها رضوان مثل ما بدها. لا لا أنا مستحيل أعمل هيك عملي. وليش بقى؟ أبو حجاز له فضل كتير كبير علي، وأنت بتعرف إنه فداني بروحه بالمعركة ومات كرمالي. شو دخل هي بهي؟ شلون شو دخل هي بهي يا أبو حيدر؟ يمكن يحس بقبره إني عم خونه مع حرمته وببيته. أنت أصيل يا أبو حجاز بس القصة ما فيها شيء.
انت اذا تجوزت المستورة بتكون عم تستر له على بيته وعم بتربي له ابنه. لا انا مالي بهالوارد هلا يا ابو حيدر، مالي بهالوارد. ليش؟ شو ناقصه؟ انا لساتني ملاحق من ابو الموت ورجاله، بخاف يصير علي شيء يرجع هالولد ينقهر مره تانية. انا بقول ترك حملك على الله ولا تفكر هيك تفكير، اتجوزها واتكل على الله. من بكره بتلم الغفاله من حارتك ابو الموت. شنو لازمني مصاري؟ امور لحالي. ليش ما تاخذ مفتاح بيت اخي تنو تسكن فيني قبص خير؟ بدك ياني انا ابو صخر روح اسكن بحارتك انت ابو الموت. ايه شو عليك؟ شو شايفني مشتهي البيوت ولا نايم بالطرقات ولا ما عندي بيت اسكن فيه ابو الموت؟ لك مو القصد لك ابو صخر، عم اقول بركي بتاخذ البيت ومننفذ اتفاقنا. والله دا خلقي. قلت لك انا ما باخذ الا شندي ابو الموت. بعدين انا المصاري اللي عم باخذها منك ما لالي، هي لرجالي من شان تخلصك من اللي اسمه رسلان. والله مو باين هيك بنقول لك ابو صخر. لك لك سنين وايام وانت عم تمص بدمي لحتى ما خليت معي ولا مدليك. اخ شو؟ ما عجبك كلامي يا ابو الموت؟ لا شو ما عجبني؟ كلامك على عين والراس، كلام عيون. رح بيع البيت واعطيك حقك. كم ابو صخر عندي انا؟ هذا الكلام لمدوزة. كمل اكلك. بسم الله. إلك أبو مدوزة طول بالك علي، لازم لاقي طريقة خليك فيها تخدمني وببلاش. ما بعرف يا عمو، والله ما بعرف. روح يا تيتي حبيبي، روح نام بالأوضة مشان بكرة تفيق بكير وتروح على مدرستك. يلا يا حبيب قلبي. الله معك، الله يحميك يا رب. الولد متعلق كتير برفيق أبوه. بصراحة مرت عمي الحق عليكي. بشو الحق علي؟ يعني انت اللي فهمتي من الأول انه الأخ رسلان بيكون أبوه. شو كان بدي أقول له يا بنتي؟ لما وعي الولد وشاف رسلان أكتر ما يشوف أبوه. نسيتي لما كان رسلان يحمله ويدور فيه بالحارة من قرن لقرنة؟ ونسيتي قديش تعذب فيه لحتى طاب من الريقان اللي صابه؟ فوتي ونضبي على حالك وسكري الباب، استري حالك من كلام الناس. فوتي. تركية تركية عم تفل حي والقلب حي. صحيح نسينا انه عندها عشيقنا الساهل مرحوم جوزها. بالطفل هي ما بهمها تسمع كذا الناس وتصحي. سؤال اخر زمن. يا بنتي انت مو على بعضك، صاير معك شي؟ احكي لي يا بنتي احكي لي، فيش قلبك. مرت عمي. نعم حبيبتي. انت بحياتك شفتي شي شغله عاطله علي؟ لا سمح الله. اعوذ بالله، ذهب احمر انت يا بنتي. لكان ليش نسوان الحاره كلياتهم عم يحكوا علي؟ شو عم يحكوا؟ لكان انا عندي عشيق وكل يوم عم استنى قدام باب البيت. ينقطع لسانه يلي بده يقول عليك هيك حكي. قالوا مرت عمي ومشي الحال. كله من جاية رسلان، كل يوم وقفت قدام باب البيت. استغفر الله العظيم على هالحكي. يا رب يا رب حقي عندك يا رب. طمني، شلونك وشلون المدرسة ملاقيها؟ على كيفك، ولا أحلى من هيك. يعني عم تتعلم منيح؟ معلوم معلوم يا أبي. بري عليك، أنا بدي إياك هيك تحب الدراسة من قلبك. أنت لا تغيب عني، شوف كيف رح كون على كيفك. أنا بإذن الله ما رح أغيب عليك،
وكل يوم والتاني رح اطلطل عليك ورح اجيب لك معي اكلات طيبه، وهلا جايب لك هدول الاباقيب اللي انت بتحبهم، بس تخلص وظايفك بتقعد بتتنقرش فيهم. هي رح احط لك اياهم بالسكره. هات بوسه رجال لشوف لك. يسلم لي اللي خلقك. يلا قوم روح على البيت الدامي. يعني وقف معه هذا ابي يا ماما ابوك ولا مو ابوك؟ قلت لك لا توقف معه. استلمي مشان الله مرت عمي.